تفضل سادي. السلام عليكم. ومؤتمرنا الوطني ان ينظرون في عمليه الاف والعاف. احنا في النهايه ليبيين لبعض، احنا اخوت، احنا نمدوا ايدينا لبعضنا ونشتغلوا بعضنا في بلادنا. باذن الله ان شاء الله احنا محتاجين للسلام ان شاء الله. احنا محتاجين لهذه اللفته، احنا محتاجين للعفو من الله سبحانه وتعالى والعفو من حكومتنا ومن المؤتمر الوطني. احنا ننتظروا في هذه اللفته الكريمه حقيقه باذن الله تعالى ان شاء الله تاخذوا ليبيين وان شاء الله يوصلوا حل شامل. ننتظروا في هذه اللفته، ننتظروا في هذه اللفته باذن الله. احنا اخوت يا اخوان. بالنسبه للمده أول شيء هو تمكيننا اتصال من الحمل نتاع الشرطة في حكم المحكمة. اتصال باسم العائلة. هذا الحال نخدو في العائلة. مهم جدا. تواصل على الأقل مع العائلات. تواصل مع العائلات ومع المحامين نتاعنا. حميد لو جاك ما يملوش. والله ما أحد أنا محكوم. هو مازال ما خدوش منطوق الحكم أو استثناء في واحد محامين في واحد. مطلوب اسباب الحكم مازال لحد غير بياخذوها اول يوم. خمس ساعات. عميكم حيمكلوكم نحاولوا نديروا برامج اتصال عائل ويجيكم هيكم ان شاء الله. مهم جدا والله. من ناحيه ثانيه طبعا الوضع الصحي انا شخصيا معاني في مشكله عندي العمر فقط. وعندي رجلي الان اصبح معافى. لان ست شهور نوعد بنعرض اقصائي لم نعرض اقصائي لحد الان. عندي مشكلة في الكلى ثاني شيء. ما هي ما تكلمنا يا شيخ ما تجيش على حساب الناس.